والمشاهدون الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذا محمد اللام يحييكم من قناة الوطنية، وأقدم لحضراتكم حلقة جديدة من برنامج كلام في السياسة. ضيوف الليلة هم الدكتور سيد مختار والسيدي، أستاذ القانون الخاص في جامعة المغفور ومحامي لدى المحاكم الموريتانية. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بكم. كذلك الأستاذ محمد الحبيب أحمد منا، مستشار رئيس منتدى العلماء والأئمة. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا. طبعا اليوم هناك من يصف الحالة العامة في موريتانيا بأنها إلحاد أو تكفير أو تجارب، كيف تعلق أنت على هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبيه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولم يروا أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرمين إن الله يفعل ما يشاء. صدق الله العظيم. طبعا كما لاحظتم نحن نعتبر أنها موجة إلحاد، وتاريخها لا يعود إلى هذا الأسبوع أو الشهر أو هذه السنة. وطبعا تكون هذه الحلقة مناسبة لإبراز مجموعة من المعلومات الرسمية التي نقدمها لأول مرة، وهي تثبت أن هنالك تنظيما دوليا بدأ من إيطاليا، خاصة من مدينة نابل، وهذا التنظيم معقد وله إمكانيات مالية ضخمة. وإذا منذ 2013 بدأ هذا التنظيم يستهدف موريتانيا، وبالتالي الموجة في الحقيقة من يتحرى الصدق يقولوا إنها موجة إلحاد، موجة زندقة، موجة تطاول على كل المقدسات من طرف بعض الأشخاص، وخاصة في العالم الافتراضي، خاصة في العالم الافتراضي. فقط للأسف بدأ العالم الحقيقي أيضا ينصاع لتلك الموجة. إذن هذا لا، قبل أن ندخل في التفاصيل دكتور أريد أن أستفيد منكم. طبعا احنا لما نطلق الحاد او تكفير او ما العباره مهما كانت، هل نحن اصلا كدوله مؤهلين نطلق هي الصفه؟ هل نحن مثلا دوله دينيه كي نتهم البعض بالالحاد او نكفر او قانونيا كيف نكيف؟ يعني ما هو شكل الدوله اللي نحن فيها؟ احنا الدوله التي نحن فيها هي دوله اسلاميه بنصوصها، بمواثيقه الدستورية، بقواعده الدستورية النافذة، بشرع الله المطاع، وحتى بشرع الله المطاع الذي هو الشريعة الإسلامية. وطبعا الكفر ليس فقط مفهوما، الكفر موجود في فرنسا كمصطلح قانوني لا ميكريانس، والإلحاد موجود في فرنسا كمفاهيم قانونية، والردة حتى موجود، وقدح الأنبياء والرسل هذا موجود في فرنسا وفي إيطاليا وفي الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هذا جهل من بعض الملحدين وبعض العلمانيين، كلما سمعوا كلمة الكفر قالوا هذه عودة إلى ما قبل التاريخ وإلى الملك أو السلطان الذي هو ظل الله على الأرض، وذكرهم هذا بالتاريخ المسيحي للدول. بينما في الواقع فرنسا فيها لا ميكريانس وفيها لا بوستازي، ونفس الشيء الولايات المتحدة الأمريكية. وإذا الكفر الإلحاد رد هذه طبعا هذه مفاهيم قانونية. صحيح أنهم نجحوا هم مثلا عدميين أو ملحدين، نجحوا إعلاميا في فرض هذه المفاهيم التي هي من الناحية العلمية هي مفاهيم وضعية موجودة. مثلا نحن حينما في قضية المخطير لا نطالب بتطبيق آية من القرآن أو حديث من السنة، وإنما نطالب بتطبيق نص مكتوب مصادق عليه من البرلمان. صحيح أن هذا النص يستند إلى قواعد شرعية واضحة، لكن هذا النص مستقل وموضوع نقاش في البرلمان ومشروع إدارة رسمية، قواعد مكتوبة. إذن الكفر الإلحاد هذه مفاهيم موجودة في فرنسا في الغرب، وهم يحبذون الغرب ويؤلهونه. الغرب موجود في هذه المفاهيم، إذن عليهم أن يقبلوها على الأقل من باب قبولهم أو انبهارهم بالغرب. انتقل إلى الأستاذ محمد علي. أستاذ محمد علي، الإلحاد والزندقة عبارات يعني ذكرت كثيرا في التاريخ الإسلامي، والبعض يقول أنها استغلت سياسيا. اليوم هل ما نشهده يختلف عن ما حصل طيلة التاريخ الإسلامي؟ شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ونعود الى السؤال الاول بعثتم به اللقاء المبارك، وهو هل نحن في دولة دينية؟ نحن في لسنا في دولة دينية بالمفهوم الفلسفي العربي للدولة الدينية، ولكن في دولة إسلامية. نحن بالنسبة لنا نحن مجتمع مسلم 100%، وتواضع على يسمى الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وتواضع على تنص وثيقته الأساسية اللي هي مصدر القوانين والمرجعية في الدستور، على أن الدولة دولة إسلامية، وعلى أن الإسلام هو مرجع القوانين وهو مصدر التشريع. نحن في دولة إسلامية، لكن ليس المفهوم الدولة الدينية الكنسية الشائعة في الثقافة الغربية. هذه نقطة بخصوص قضية الإلحاد والزندقة. طبعا هو لكل مجتمع قيم وثوابت وأسس يقوم عليها، أي مجتمع من المجتمعات، لتكون قيم الجمهورية في فرنسا أو قيم الحرية في أمريكا أو أي قيم تاريخية كانت تقوم عليها. ما من حضارة ولا من أمة إلا ولها قيم وثوابت تقوم عليها. هذه القيم والثوابت هي صمام أمان المجتمعات، وهي الخصوصية الثقافية لكل مجتمع. نحن في هذا المجتمع لدينا خصوصية، هي الخصوصية الإسلامية. والإلحاد والزندقة، الإلحاد هو مروق عن الدين، والزندقة نوع من هذا المروق. هذه المفاهيم مفاهيم شرعية قد تكون وسيء استغلالها في التاريخ كأي مفهوم، مفهوم الشورى مثلا، مفهوم نبيل وهو أساس الحكم الرشيد، لكن عندما يتسلط على الأمة حكم ظالم فيفرغ الشورى من مضمونها يكون أساس استغلال هذا المفهوم. ولكن لا ينبغي أن نرفع شعار أنه هناك مفاهيم وسيء استغلالها في التاريخ، فلا ينبغي أن نعيد تطبيقها في الواقع، ينبغي أن نطبقها لكن بدون إساءة الاستغلال. كيف نتجنب هذه الإساءة؟ نتجنبه بالعدل، بالعدل قامة السماوات والأرض، وهذا الله عز وجل اسمه الله الحاكم العدل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني موقف الغاية كما نقول الحسانية في العدالة مع خصومه مع أعدائه. والله عز وجل يقول لمحكم كتابه: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، يعدلوا هو أقرب التقوى، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى. المسلمون، وهذا حق مشروع في ذلك الوقت، يمكن نقول حق من حقوق الإنسان، المسلمون جاءوا من المدينة يريدون أن يطوفوا البيت الحرام، المفروض لا يتعرض لهم أحد، ومع ذلك هم منعوا، إذا هم منعوا من حق أساسي من حقوق الإنسان في ذلك الوقت في المجتمع المكي والمجتمع العربي. ومع ذلك أمر الله عز وجل المسلمين أنهم رغم أنهم وقع عليهم الاعتداء لا يعتدوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام. هذا المسجد الحرام جعله الله للناس منذ خلقه وخلق البشرية سواء العاكف فيه البلد، ومع ذلك هناك ناس منعوا المسلمين من أن يطوفوا البيت العتيق في هذا المسجد الحرام. الله عز وجل حتى في هذه الحالة، في حالة الطغيان الشديد والظلم البين ومخالفة الأعراف والقيم، مع ذلك الله يأمر بالعدل والإحسان، ويقول في آية أخرى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. الله يصفه بأنه مشرك، ومع ذلك يكلف المؤمن بأن يجيره إلى استجارة به، ليس فقط أن يجيره ما يتركه للغوغاء تناوشه، إنما يبلغه مأمنه. إذن العدل قيمة أساسية في ديننا، وقيمة أساسية في عقيدتنا، وقيمة أساسية بل هي محور القيم عندنا. وبتطبيق العدل طبعا نتجنب سوء استغلال المفاهيم النبيلة والقيم الأصلية في هذا. أستاذ دكتور استمختار، أنتم في موضوع الزندقة وموضوع الإلحاد كما ذكرتم، أي قانون تريدون تطبيقه؟ هل هو قانون الوضعي اللي موريتانيا طبقه، أم أنه تريد الدولة مثلا أن تعود إلى الشريعة بعيدا عن القوانين الوضعية في هذا الموضوع؟ ولا يعتبر هذا نوع من الازدواجية قد لا يفهمه المشاهدين أو بعض الناس؟ وعلى كل حال هذا طبعا إشكال مطروح، وقليل من غير المختصين قد لا يفهمه.
نسقا العقوبات الموريتانية كما أشار الفقيه في حلقته الماضية، وهذا موضوع تاريخي عرض على مجموعة من جهابة الفقه الإسلامي، شيخ محمد سالم العدود رحمة الله، شيخ بداه، بالإضافة إلى فقهاء آخرين، وعرض على مجموعة من القانونيين. طبعا في هذه المرحلة يتم الرجوع إلى الاجتهادات الفقهية، إلى النصوص الثابتة، ويتم الانتقاء. طبعا هنالك أمور ثابتة في القرآن، ثابتة في السنة، هذه لا وزر إلى تعديلها. الاختلافات الفقهية الأخرى يتم الترجيح بينها، بعد الترجيح يتم تقديم المشروع للبرلمان والمصادقة عليه ونشر الجريدة الرسمية، يصدره الرئيس، يصبح نصا وضعيا، لكن مرجعيته مرجعية شرعية. المادة 306 من قانون العقوبات الموريتاني، وهذا يعرف تعرف آخر دفعة من المحامي الموريتاني أني أدرسهم إياها كمدونة أكبر من المدونة التي هي قانون العقوبات، هي المادة 306 بحد ذاتها أكبر من قانون العقوبات بكامله، لأنها فيها انتهاك حرمات الله، وهي مجال واسع، فيها أيضا زندقة، فيها الردة، فيها الاستهزاء، فيها الكثير من المفاهيم. إذا نحن نطالب بتطبيق نص من القانون الوضعي، القانون النافذ في موريتانيا، تحمل إصدارا من رئيس الجمهورية، تحمل مصادقة البرلمان الموريتاني في الجريدة الرسمية الموريتانية، ولا نطالب ما في إعدام المخطير، لا نطالب إعدامه استنادا إلى آية، وإنما إلى هذا النص الوضعي المكتوب، لكن هذا النص الوضعي يستند إلى آية صريحة وإلى نصوص واضحة. إذن هذه بقيت أن أذكر، وطبعا هنا نسيت أن أهني شعب الموريتاني على انتصار دبلوماسيته في قضية غامبيا، لأن هذا في الحقيقة فتح المجال لسمعة جيدة للدبلوماسية الموريتانية. لكن لا ننسى أيضا أن الدبلوماسية الإسلامية الدعوية الإلهية كانت قبل هذه الدبلوماسية الحديثة، معناه أن الموريتانيين وصلوا إلى هذا المكان بالتي هي أحسن، بالتجارة، دخلوا غامبيا، تجاوزوها إلى غرب إفريقيا بهذه القضية. وإذا الانتصار لعرض الرسول عليه الصلاة والسلام سيكون تتويجا لهذا الانتصار الدبلوماسي لحكومتنا ولنا جميعا كشعب ولشعوب الإفريقية، في أن تكون السلمية والتداول السلمي هو القاعدة. وطبعا نتوقع ايضا ان ينسحب الوضع علينا، هذا نسيته. بما يتعلق بتمويل، البعض يتصور ان الالحاد او الجرأة، وهنا طبعا اريد ان انقل المشاهد مشاهدكم الكريم الى الواقع. نحن الذين لنا صله بالعالم الافتراضي، ولذلك نعوذ بالله، اشخاص موريتانيين من اسر قبائل محترمة لا يتورعون عن الحديث، ان مثلا تقول واحده منهم للجماعه راني مصير عليكم في نهار رمضان، اللي المهم تنعاتل الناس على ان كامل المحول فيه اللي هو الدين كامل وهو حق، وبالتالي الصايره في النهار في رمضان شبه من الصايره في الليل. تلحق مثلا النقاش في صفحات من درى كان الله تبارك وتعالى يتنزل في الثلث الاخير، تلحق نعوذ بالله استهزاء من درى كانوا يتنزل بتوقيت جرينيش والله بتوقيت العالمي الثاني يونيفرسال والله بتوقيت فرنسا، تلحق المقارنه بين بوتين ومحمد صلى الله عليه وسلم، مع امور لا تتوقع، وطبعا شبك ولا حتى لا تستحي، ويمكن بسهوله ان يوقف عليه، او حتى بعضهم اصبح محامي، وحتى في بعض الحالات قضاة لا يتورعون. مثلا احدهم حينما بعض الناس راوا مثلا اسم محمد مكتوب في السماء، احد المحامين يقول ان هذا محمد قد يكون هو، او انه بالضبط هو، امعانا في الاستهزاء بمحمد صلى الله عليه وسلم. اذا المشهد هو هذا، نحن لا نريد ابدا، وطبعا هذا المشهد ممول، وهنا يمكن ان اعطيك معلومات يقينيه. مثلا ثم نصل لموضوع المعلومات، اذا نخليه. نعم ايوه طيب، هذا هو. لا انا اريد فقط ان اطرح سؤالهم في هذا الباب بالذات. بالنسبه لكم انتم كمحامين، ترابعتم في قضايا كثيره امام المحاكم، طبعا طبيعي كسبتم قضايا وخسرتم قضايا، هذه القضيه بالنسبه لكم هل هي قضية مصيرية، تحدي شخصي، وهذا قد لا يناسب القانون لأن القضايا فيها آراء مختلفة وفيها اجتهادات وقد نكسبها وقد نخسرها، وهناك موضوع خلاف في قضية المخطر ذكروا، حتى محمد الأمين الشقيطي ذكر في موضوع المخطر، ذكر قبول الاستتابة
وتعزير. كذلك الشيخ محمد العثم الددو في أول خرجه أو أول كلام حول الموضوع ذكر رأي الأحناف في الموضوع. هل مثلا هذه الآراء بالنسبة لكم هل تشكل مثلا طريق ثاني، أم أن الموضوع بالنسبة لكم هو قضية مزندقة وإعدام وقد يعني رفض الاستتاب؟ شوف، هو أنا أعرف أن محمد بن الشنقيطي كتب في الموضوع 10 أيام و20 يوم قبل عرض القضية أمام محكمة الاستئناف، وهذا موثق بالتاريخ. وذكر محمد بن المهين أمام قضاة المحكمة العليا أن قبيلة ما اجتمعت وأنها قررت بفقهائها وبعلمائها أنه لا بد من جمع أموال لهذا السيد. وطبعا بعضهم أهل فضل، لكن هؤلاء العلماء أهل الفضل قدمت له الوقائع على نحو مغاير لحقيقتها. مثلا الشنقيطي يضرب أخماسا في أستاس، الشنقيطي يتكلم عن التوبة وعن الرد. ما علاقة ولم خطير بالرد؟ قضية ولم خطير ليست قضية رد، وإنما قضية قدح علني، سب واضح لا غبار عليه في أرض الرسول عليه الصلاة والسلام. الشيخ محمد الحسن والددو أيضا شخصيا، وهذا للتاريخ وعندي حتى رأي مسجل، قبل القضية قال إن القضية قضية قدح، وأنه يجب أن لا تغرب الشمس حتى يزال رأسه عن 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 جسمه. هذا هو موقف الشيخ محمد الحسن. لاحقا تلك مزايدات. إذن القضية ليست أبدا قضية رد، ولو أنها قضية رد أو استهزاء أو ازدراء من نوع معين لكان هذا الوجه له حقية، لكن القضية قضية أكثر من زندقة وأكثر من سب قدح، لأنه لم يقدح في مثلا. على كل حال قدح متعمد وموغل، وبالتالي لا وجه للحديث عن الرد من وجهة نظرنا، ووجه الحق واضح. يبقى سؤالكم حول نحن كقانونيين، لو طبق القانون في القضية لما عرضت أمام القضاء، لما قبل أي قاضي أن يصدر فيها حكم لسببين. وهنا ما المانع أن نتكلم مع قانونيين حتى نقي الوقوع في الخطأ، لأن تفادي الخطأ أحسن من الوقوع في الخطأ خاطئ في مثل هذه الأمور. مثلا نحن من ما بعد 83 الأحكام فينا تصدر باسم الله العلي العظيم. ما دامت الأحكام تصدر باسم الله العلي العظيم، إذن لا يمكن أبدا أن يكون الله ورسوله اللي تصدر باسمهم الأحكام موضوع محاكمة أمام قاضي. بعبارة ثانية، أن قضايا عرض الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أبدا لأي قاضي يحترم التنظيم القضائي أو يحترم دينه أن يكون فيها حياء. لماذا؟ لأنه مركز وكيل. فعندك في الشريعة الوكيل والموكل. أنا وكيل يعطيني حد قضية قد يعزني عنها في أي وقت، بيقول لي أنا وكيل وهو موكل. قاضي موريتاني قايل القانون النظامي اللي في التنظيم القضائي وفي النظام الأساسي للقضاء أنه يصدر الأحكام باسم الله العلي العظيم. ما دمت تصدر الأحكام باسم الله العلي العظيم، هل يمكن أن تصدر حكما باسم الله ورسوله وأن يكون هذا الحكم، هل يمكن أن تكون حياديا فيه؟ بعبارة زاد ثانية، وهذا راهو حتى عند الفرنسيين. الفرنسيين عندهم في قضية عقب قضية التفجيرات اللي خلقت قال ليبدو شارلي يبدو، شارلي يبدو ليزافوكا أو ياسر بن ماشترا قالوا أن هذا النوع من الجرائم على أنه قاع ما هو جستيسيابل، ان هذا الشخص اللي عدل نوع من الجرائم اللي فجر نفسه قتل من الناس انه قاع ما الله يخلق القضاء بقضيته. هون تصور لي ولا مخيطير 10 رقاش 20 رقاش 30، قارن لي بين 20 رقاش و30 وبين مليار ونيف استهدفهم ولا مخيطير. الثانيه في الشريعه الاسلاميه كيف تعرفوا القاضي ما يقد لا الحياد لا بد منه، هذا عند في الشريعة الإسلامية فيها آسي بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك، والقانون فيه لا نتراليتي وفيه لين بارسياليتي. قاضي إسلامي لا يعود حيادي والله ما هو منحاز في قضية عرض الرسول عليه الصلاة والسلام، يعرف أنه دينه ما وصله، وهنا ما هي براسة مني أنا والله الفقيه، هذا نص القرآن. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. معناه أن قاضي صدر عاد قبض نفسه حيادي والله ما هو منحاز وصدر حكمه في الرواية، أراه هو يعرف على أن القرآن هو اللي قال أنه فاسق. إحنا ما ندرون الفسق لقضاتنا. أنا هذا نوع من القضايا اللي بدي الخطورة كان على القضاة على أنهم يعتزلوها،
كيف القانون فرنسا اليوم والله في امريكا اللي نجي القضيه فيها خالك والله فيها عمك يفرض عليك تقول انا اتنح بلي القضيه ما قدر نعد حيادي فيها راني هون اتفهم قضاه محكمه الدرجه الاولى قضاه الشباب وايضا نحرموا من حق المرافعه بين اللي احنا ما خلاتنا النيابه نتكلم ويكون لمده 5 دقائق ولا اثرنا اي شيء من الوقت ما عاد بالنسبه لي انا وحالتي في سوره طه وسوره الحج نذكرهم أفرأيت اللي يكفر بآياتنا وقال له أن مالهم ولدا أطلع على الغيب متخذ عند الرحمن عهدا دور ذكرهم وتوف دور ذكرهم بالخوف بهشام بخطورة القضية المحامي الثاني كله عنده 5 دقائق بينما في محكمة الاستئناف هو اللي كان عليه به المحكمة الفوقانية من محاكم الواقع كان عليه تتنبه لهذا بس من حاله احنا دولة إسلامية وشنقيط وهل العلم يعودوا قضاتنا واغلبهم تكوين شرعي يخالفوا القرآن نص الصريح ويدعوا انهم حياديين في محبة الرسول عليه الصلاة والسلام هذا راني نختير راني انا اللي مقرش اني نعرف الا القانون الخاص الى عادوا فقهانا عندهم تفسير لذي الآية ماذا هو جزاهم الله خيرا يقولوا لنا ورانا نوفا ومن ذو نرقد ونتكون ورد طبعا انتقل الى الفقيه الاستاذ محمد حبيب استاذ محمد حبيب طبعا هل يكفينا ان نقول موريتانيا دولة اسلامية لان ذكر الاسلام في اسمها ولان مصدر قوانينها ولا المصدر الرئيسي لقوانينها هي الشريعة الإسلامية لماذا مثلا ننتقل لماذا نطالب بتطبيق الشريعة في هذا الواقع بالذات ولا نطالب بتطبيق الشريعة في الزاني ولا نطالب بتطبيق الشريعة في الزاني ولا نطالب بتطبيق الشريعة ألا يعتبر هذا الازدواجية أو الانتقائية قد لا تليق مثلا بالمشهد الفقهي أو المشهد الشرعي مثلا زين زين حتى وارد وانا بعد راني بردك موت معانا كنت في الاستاذ انا راهو ما رد على سؤال كان القضيه اعتبرها قضيه شخصيه قضيه فشل ولا نجاح بالنسبه للقضيه اللي قلت هذا اللي قلت انا ما اللي قايله معاك الشريعه لا تتجزا ولا الله حد يطالب شيء منها دون شيء ولا الله حد يطبق شيء منها دون شيء بالله يعود افتؤمنون بعضك وتكفرون بعضك واحنا ما لنا مطالبين بتطبيق شيء منها دون شيء غير يعمل الشريعه ما هي الا تطبيق الحد في السارق والله الزاني والله الساب والله المرتد الشريعه نظام متكامل الشريعه في الاقتصاد الشريعه في الاجتماع الشريعه في التربيه الشريعه في الاخلاق الشريعه في العلاقات العامه الشريعه في الشارع احنا مطالبين بها تماما وشعبتنا لا مطالبه بها انت الحمد لله كل جمعه تصلي في واحد المساجد يتكلم عن الشريعه عن حقوق الجار وعن مراعاه الضعاف وعن ذاك اللي تعرف في كل جمعه تنقال احنا هذا بلغنا احنا الناس اللي قالها العلماء انا قاعد لا ملنقي فيهم من قدك غادي الناس اللي العلماء حقا دورهم هو البيان يقرر الناس ما حد من صغيرين ويجوهم منين يعودوا كبار ويعطوهم الاستشاره منين يعودوا في مركز القرار اللي بقى شغلتنا كاملين شغلت السلطه التنفيذيه انها تطبقوا شغلت المسؤولين عنهم ينفذوا مثلا الاعلام انت اعلامي ومؤسسه اعلاميه حمايه قيم المجتمع هذه من واجبنا كاعلاميين انا رايك ولا امت الاعلام يصير نشر القيم الفاضله في هذا المجتمع والمناسبه هون بين قوسين وثمين جدا دور الوطنيه في قضيه المواساه اللي شفت عنده برنامج في قضيه رعايه الضعاف هذا ايضا من الاسلام احقاق الحق من الاسلام الانصاف من الاسلام الوقوف مع المظلومين من الاسلام احنا نطالبوا بتطبيق الاسلام كامل يا غير الان امام قضيه معينه احنا من نعود قدام سارق والله قدام واحد واكل اموال الناس والله واحد حاكم على الناس حقوقها نقولوها ما لنا عاطينه الحق ولا نشدين اخبار ليش دو اخبار الامور الاخرى كانوا ما شدنا اخبار لا دي البريده لا يشدوا اخبار ولا نطالب عليه يخلق فيها العدل وطبق فيها الشريعه وذيك الامور الاخرى اللي طالبين بها يا قضيه ذا قدامك وبين يديك وهذا الاخر اللي لا الله طالب بها غير باطله ما هو معروض نفس العرض اذا الشريعه الاسلاميه كله لا يتجزا وذا كامل لا شريعه الاسلام قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت هذا هو الاسلام حد يعود حياته كامله وموته خاضعه المنطق ومنطلق العبوديه لله عز وجل ما فيها شيء فاضل عن عبد الله عز وجل عبد الله في نظر عينيه عبد الله في معاملته مع الناس عبد الله في سيره في الشارع عبد الله في تسيره للدوله وللمؤسسه عبد الله في علاقته مع الآخر وبالمناسبة نختار نقول هون
عن نحن ما يزنا عن مولانا يعود الموريتاني فيهم طائفة خارجة من الدين، والله لا متمردة عليه، والله تختيرت قس الكفر، معاذ الله نحن نختاروا الكفار ندخلهم الإسلام، هذا هو رسالتنا، نختار الكفار ندخلهم الإسلام، إن الله لا يرضى لعباده الكفر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال معنى الحديث عن باطل يرجو أن يكون أكثر الناس تابعا يوم القيامة، يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، يأتي النبي معه الرهط، ويأتي الربيع معه كذا، وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. هذه الأمة حملت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ومهمتها إدخال الناس في الدين، ما هو إخراجهم منه، يغير ملي النظام العام، القيم اللي قائم عليها المجتمع لا بد من حمايته، ولا بد من الوقوف وجه اللي يريدون أن يزعزعوها. إذن نحن مطالبين بتطبيق الشريعة كاملها، وتطبيق الشريعة عندنا ما هو لا الحدود، الحدود كانها سياج يحمي المجتمع. مثال تشني عندك مغازينات كبار بلاني من الخير، باط حيط كبير ودرت عليهم، وفوق ذلك الحيط درت عليه شيء من الشريب الحديد والزاج، وهذا ياك منين يجي اللص تنقطع يده، والله ينقطع كراعه، ياك ما يقدر يقبض ذلك داير. الحدود سياج يحمي المجتمع، ولا هي الأول انفراد من الشريعة، ولا هي الأول يطبق منها. غير احنا أمام قضية معينة للقضية بالذات ندور تطبيق الشريعة، وندور تطبيق الشريعة في غير هذه القضية من القضاء. طب في هذه القضية بالذات كما ذكرت للأستاذ الدكتور فيها بعض الآراء الفقهية، نعم، اللي باتجاه ثاني، نعم، اللي هو رأي الأحناف، نعم، كما ذكر في حالة ما مثلا لو القاضي رأى مثلا والقاضي يحق له، نعم، أن يرى في الموضوع الواقع المطروح عليه، نعم، مختلف الآراء، نعم، لو رأى تطبيق هذا الرأي، نعم، هل يكون قد ارتكب مثلا كبيرة، أو نتهمه هو بالردة، أو نتهمه بالتعاون مع الحال، هو رجل يعني طبق رأي فقهيا؟ لا العكس، العكس، القاضي يلا يحكم بقناعته الشرعية اللي إلا سؤلوا عنها مولانا قد يجاوب عليها، والشريعة تحترم القضاء به اللي قلته الحلقة الماضية ونكرره هنا مولي. القاضي الشرعي من يحكم بعد مقارنة الأدلة والإعذار للأطراف كاملة، كل حد يعطاه فرصة أنه يكذب دليل خصمه، والله يبرهن على حجته بما عنده من البراهين، وتعطاه فيه الآجال، وتعطاه فيه كل الوسائل المعينة على إحقاق الحق به اللي هو القاضي الشريعة الإسلامية. ما هو قاضي كتله قاضي أنا، إحنا كخصوم مثلا قاضي الحق، قاضي العدل، قاضي يوقع على الله عز وجل، قاضي الله يقول ولا يحكم به، يقدر يدخل به النار يدخل به الجنة. إذن القاضي من تعرض أمام القضية يلا ينظر فيها حسب التشريع اللي هو اللي يلتو يحكم به. وإحنا هون في البلاد ملتزمين مشهور مذهب الإمام مالك، واللي ماشي على هاي البلاد ومشهور مذهب الإمام مالك اللي عندنا فيه أن سب النبي صلى الله عليه وسلم لا يستتاب حق خارج هذا المذهب، وراه هذا مالي بعض عليه جمهور المذهب، وخالق قول فعلا عند الأحناف، وخالق واحد عند الحنابلة، يغير جمهور الأمة على الرأي، ومشهور مذهب الإمام مالك اللي به العمل في هذه البلاد على ذا القول اللي ذا هو عاقب ذلك. خالق مسألة من أصول القضاء عندنا عن القاضي منين تنعرض قدامه المسألة ويحكم فيها حكمه يرفع الميزان، ذاك القول اللي كان خالق منين يفوت القضية يحكم، ما هذا خالق، والقاضي منزه عن يحكم يكون بذاك اللي هل عنه هو الحق. إذا نحن أمام قضية حكم فيها قاضي شرعي بحكم الشرعي اللي هو مذهب الإمام مالك، ولا تات محل لإعادة النظر، حكم القاضي يرجح هذا الخلاف اللي كان خالق، من يحكم القاضي بزر منه أراه قاعد يسوي عدل لا 50% 50%، لا من يحكم القاضي ذاك 50% الأخرى يسقط، هذا حكم الشريعة الإسلامية. مسألة أخرى إحنا عندنا أيضا على حكم القاضي ما ينتقض في الشريعة الإسلامية، صحيح القانون العصري مثلا نظام التقاضي العصري، ياك ما نقول الوضعي لعدة تعود قدحية ولا شيء، نظام التقاضي المعاصر يجعل للحكم درجات، درجة أولى واستئناف ومحكمة عليا ولا نقض، هذا يعني معمول به في العالم الإسلامي، وقد ما يتناقض مع الشريعة الإسلامية، بيه الشريعة الإسلامية يلا درجات القضاء الأخرى منين تعود قدامها حكم مصدره قاضي أهل لأن يحكم،
هم صدروا بنص هو اللي يصدروا به ماتت تتراجع يلا لا يؤكد الحكم اللي فات حكم القاضي والا يدعو القضيه فوضى به اللي بالحق منين يحكم بالحق وبالعدل الحق اللي هو القانون وبالعدل اللي هو المساواه بين الخصوم اللي كلهم يجيب اللي عنده من الدفوع واللي عنده من الحجج انت يعني اعاده الملف للمحاكمه من جديد هذا نوع من العبث وهذا هو باللي قلنا في المره الماضيه ونقولوها عن قضيه بدات قضيه قضائيه عاديه وعاقب ذاك تخلع شيء هذا الحق يوقف الاخلاق على مصير الاحكام القضائيه في موريتانيا هذا طبعا ما هو اتهام القضاء الموريتاني نحن نقدر القضاء الموريتاني ونحترمه جدا باللي قضانا وبين اللي نعد قضانا ما نحترم نعد احنا من نفسنا ما نحترمين ونحترم دولتنا باللي دولتنا ومن نعد ما يحترم ولا نحترمه ما نحن نفسنا محترمين غير ملي نعرف الواقع نعرف عن تخلق ضجه على الروايه ويخلق راي عام يكون في الاعلام وتخلق مجموعات ضغط ومجموعات مناصره دوليه وتعرض القضيه عرض اخر اذا حيال لك ملي يلا ملي يخلق شيء احقاق الحق وهذا هو اللي في سياقه خلق حركه النص اللي له لا نريد الا تطبيق شرع الله لا نريد الا تطبيق القوانين الموريتانيه اللي يحكم بها القضاة الموريتانيين ما اننا نازعين ثقه من قضاتنا ولا من دولتنا يغلطوا دور نعزوا مركزهم وموقفهم وندور نفشلوا المحاولات الخارجه للتاثير واضح معود اليكم استاذ الدكتور استاذ الدكتور انا سوف اقول لك كلام سمعته اسمح لي نعلق على هذا السبب من الناحيه الفنيه انتم كيف تعرفوا هو لين عود النص واضح تعذر التفسير ولين عود النص موجود الفقه ما هو مكيوس احنا عندنا نصوص واضحه محكمه الدرجه الاولى بقضيه المخيطير طبقت الفقره الثالثه من الماده 306 وطبقت الماده 446 معناها انه قالت انه هذا سب وانه ارتكب الزندقه هذا هون ما هي قضيه فقه الفقه ينقاس انت لين يعود عندنا مادة في قانون ملزمات العقود هي اللي تحدد القاضي الطريقة اللي يشتغل بها، القاضي ما هو مخليها كذا. كل تعهد يجب تنفيذه بحسنية ولا يلزم ما وقع التصريح به فحسب بل أيضا بكل ملحقات الالتزام التي يقررها القانون أو العرف أو الإنصاف وفقا لما تقتضيه طبيعته. هذه المادة 248 من قانون ملزمات العقود. وتطرح قاعدة عامة مثلا قال له مصادر القانون مصادر القاضي عنده مطاليع بس من حالية طلع يطرح كراعه على واحدة سابقة الثانية. قال له اولا نبدا بالتشريع حد عقبك تقيس اخيرا الفقه ما دام التشريع واضح القاضي فرض عليه يتحكم بالتشريع المكتوب والتشريع المكتوب واللي حالف القاضي انه يطبقه واللي هو الملزم بتطبيقه وفقا حالف رئيس الجمهوريه انه يطبقه هو اللي يقول اعلن الزندقه واعلن السب اعلنهم ولهم ينعدم وبالتالي القضيه ما هي قضيه فتاوى ولا هي قضيه اختلافات فقهيه هذا كان مطروح سابق عند وضع النص يقر بما ان الفقهاء الموريتانيين والقانونيين الموريتانيين تبنوا موقف معين ذاك اللي تبناه ويعدل وتوف اذا هذا نبقى الامور تعود واضحه خالق الجانب اللي تفضل البطل اللي قلته لا انا كنت فقط في تحضير لهذه الحلقه والكلام عنكم طبعا بعض الناس ردوا علي بطريقه فيها نوع من التهكم ان دكتور قضاتنا ولا من دولتنا يغلطوا دور نعزوا مركزهم وموقفهم وندور نفشلوا المحاولات الخارقه للتاثير. واضح معود اليكم استاذ الدكتور، استاذ الدكتور انا سوف اقول لك كلام سمعته من بعض الاشخاص اسمح لي نعلق على هذا السبب من الناحيه الفنيه انتم كيف تعرفوا هو لين عود النص واضح تعذر التفسير ولين عود النص موجود الفقه ما هو مكيوس احنا عندنا نصوص واضحه محكمة الدرجة الأولى بقضية المخيطير طبقت الفقرة الثالثة من المادة 306 وطبقت المادة 446 معناها أنه قالت أنه هذا سب وأنه ارتكب الزندقة هذا هون ما هي قضية فقه الفقه ينقاس أنت لين يعود عندنا مادة في قانون ملزمات العقود هي اللي تحدد القاضي الطريقة اللي يشتغل بها القاضي ما هو مخليها كذا كل تعهد يجب تنفيذه بحسنية ولا يلزم ما وقع التصريح به فحسب بل أيضا بكل ملحقات الالتزام التي يقررها القانون أو العرف أو الإنصاف وفقا لما تقتضيه طبيعته هذه المادة 248 من قانون ملزمات العقود وتطرح قاعدة عامة مثلا قال له مصادر القانون مصادر القاضي عنده مطاليع بس من حالية طلع يطرح كراعه على واحدة سابقة الثانية قال له أولا نبدأ بالتشريع حد عقبك تقيس أخيرا الفقه
ما دام التشريع واضح القاضي فرض عليه يتحكم بالتشريع المكتوب، والتشريع المكتوب واللي حالف القاضي انه يطبقه واللي هو الملزم بتطبيقه وفقا حالف رئيس الجمهوريه انه يطبقه، هو اللي يقول اعلن الزندقه واعلن السب اعلنهم ولهم ينعدم. وبالتالي القضيه ما هي قضيه فتاوي ولا هي قضيه اختلافات فقهيه، هذا كان مطروح سابق عند وضع النص يقر. بما ان الفقهاء الموريتانيين والقانونيين الموريتانيين تبنوا موقف معين، ذاك اللي تبنوا يعدل وتوف هذا القانون. اذا هذا نبقى الامور تعود واضحه خالق الجانب اللي تفضل بطل اللي قلته. لا انا كنت فقط في تحضير لهذه الحلقه والكلام عنكم طبعا بعض الناس ردوا علي بطريقه فيها نوع من التهكم ان دكتور استاذ مختار بوزيدي يستعجل على الناس على او لا يريد ان يترك للعقوبه الاخرويه فرصه لكي مثلا في موضوع الالحاد وفي موضوع الزندقه وفي موضوع الردة وفي موضوع احد الاشخاص اتهم قبل فتره بالالحاد على صفحه انكر عنها تعني ذكر الموضوع. نعم. لا انا شخصيا ما قطيت التهم ترقاج بالالحاد ولا قطيت التهم ترقاج بالكفر ولا نقد يوم من الايام بالان شخصيا نقول اني ملان من الذنوب. يمكن انكم رفعتوا قضيه على هذا الشخص منين؟ لا ما الى خالق ماني حاس خالق 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 شخص سيده او موضوع نسب خالق السيده فعلا هي اللي ظلت تتهكم على الملائكه وعلى الرسل وعلى الله تبارك وتعالى. وطبعا هذه وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم قالت انه ما هو معصوم ولا بخلت الرسل والملائكه من 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 وحتى المطالبه بقفيل القران وقفيل محضره القران والشتم والسب للرسول يقر مولي الاولياء والعلماء. هذا طبعا احنا مسلمين وهذا انا جانب القران والعلماء روايه عاديه قر جانب السب للرسول عليه الصلاه والسلام هذا قد حوذي زندقه واضحه من النهار. عقب ذاك مولي احنا قايل عندنا مانا دور الاسلام ينصر عندهم اللي قالوا لورد ريبوبليك عندهم اللي قالوا لبون مرس انت لما تحترم النظام العام وفرنسا ما وارد انك تخل نهار واحد تحرك دور تنحبس حتى ودورين قال لك مولي معانك مانك طيب وكيف ذاك ايطالي وكيف ذاك امريك؟ احنا قاعدين عندنا لا قدر الله لا يتعقدوا من الدين ولا يمشوا للمستوى اللي دورهم ونقول الدين معاه وخالق وخالق لا الارض وخالق لا الدنيا والسماء معاه وخالق ولا خالق الله تبارك وتعالى حاش خالق بعد الاخلاق الحميده يا اخوان والاوردر ريبوبليك القانون الموريتاني الدول الموريتانيه قالت لك ان هذه القواعد اللي تحكم قانون العقوبات على انها قواعد فوق قواعد الضبط فوق قواعد الاوردر ريبوبليك انها سي ريجل دي بوليس قواعد ضبط معناها انك لابد تنصاع لها هذا من يعطيك تدعن له. عقبها كان الشخصية ما يقد يقول حد على اني قطيت كفرت واحدة بي اللي قاعد على مستوى انا نفسي ندور السلك كافيني نجن هذه ذنوبي فرصتي نجبره هو يشفع لي يوم القيامة. الثانية بالعكس انا ندعيهم هم ذيك المجموعة للنقاش لياك نثبت لهم ان ما لنا داعش وان ما لنا مدثرين بالدين كيفهم وان ما لنا مكفرين حد هذا هو دعوة لهم. بالنسبة لقضية مكفولة حق عندنا ما يثبت تطاول على الرسول عليه الصلاة والسلام ونفيه العصمة انكرت هي حتى أن الصفحة تعود لها. لا أنا أشوف أنا هذا فرصوا علي جوابكم يقال القضية في الحقيقة ما قد تناقش في المستوى اللي ده هو وأنا كقانوني مؤدي يمين لأني نحترم المساطر وقضية قدام البحث الابتدائي ما شد أخبارها يقال إحنا عندنا نشكو ونبلغ والنيابة لها واسع النظر ارجيها القضية وتخرص الله يعمل أنه تحكم أنه بريء الله يعمل أن تحكم الناس كامل براء. احنا كيف قال لك الفقي والله الذي لا إله إلا هو هم ذو اللي نبقوهم ونبقوهم ما نقروها فيهم ونفرصيها علينا مولانا بين اللي ما احنا إيماننا ما يصح ما إلي نعود نبقوهم. طب أستاذ دكتور أنت مشتري الحال اللي تصف يعني ما هي المعلومات اللي عندك اللي عندي له نقولوا له اللي انت عدهم مجتمع إسلامي مجتمع موريتانيين قال لك يا الخلطة أراني واسمح لي شوف أنا قهوة تونس أول واحد يفتتحها أنا محامي للسفارة التونسية وللخطوط التونسية وخريج تونس رؤوف خوه أصلا هون جاي على مثلا أنا هو اللي جايبه وبعدين توفى رؤوف صاحب القهوة التونسية اللي هي اللي أغلب الناس يواجع الشباب اللي الآن يدثروا حق بهذا واللي متهرب من المدينة هي بالتجمعهم قهوة تونس الشباب اللي أغلبهم روادها هو مفتوح للناس كاملة يجي الصالح قد ما هو واحد انا خريج تونس نعرف اسمح لي ذلين قال تونس اصلا الناس ينفرض عليه الالحاد
ينفرط فرضا. اسمح لي اللي درك كيف درك هذا قانون النوع الواحد فيه موريتاني. انا نعرف ساسي بن حليمه رحمه الله عليه يتهكم في جامعه تونس ثلاثه في الكامبيس من رأي كان الزوج الى مثلا على كل حال اجبار زوجته رغم ارادته كان ما يعتبر اغتصاب. هذا يعرف القانونيين اللي يعرفوا القانون وكي يناقش في تونس. حتى والصلاه ما هي خالقه واللي قاسها صلاه الفجر لين يحبس حاله. اسمح لي تونس مدرسه ومدرسه الشرفي رحمه الله عليه معناها القران. اي راني نقول تونس بن علي القران من يلا يوقف من يلا تجفف المنابع كيف يقول هو واللي هي الاستعار شدوا معناها المحضره والقران من يلا يوقف. وهذا هو اللي طالب به مكفول الطالب مكفول مدرسه هذا القران ومحضره القران والطالب بنور سيدي يحيى ينحبس. اسمح لي والطالب بان تقول لحراطين بالحرف تقول لهم كنتوا عبيد البيضان عطورك عبيد والسدياح معناها كل ما له علاقه بالاسلام. في العالم الاسلامي تم اغلاق الكثير من المحاور وتم اغلاق الكثير من المدارس الدينيه واعتبر مصدر وتفريخ. لا 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 شوف لا شوف الخلطه اللي فينا احنا اسمح لي الخلطه اللي عندنا احنا اكثر تطرف من الولايات المتحده الامريكيه. الولايات المتحده الامريكيه اللي مطالبه من الدول الاسلاميه على انها ايات الجهاد تقلعها من القران. خلطتنا احنا مطالبين وهذا كنت طارق تطرحوا علي ويناقشوهم معي طالبين من شيء كامل فيه كفر والله الحاد الرد ينقلع. نعطيك مثال انا محتج بايه ايات النداء اللي يعرفوها القران اللي اصلا تنقال الرسل السلاطين الدول الاسلاميه الواحد منهم يطيح على عرشه خايف من النداء يستحضره اللي انت تقولها قدام واحد من خلطتنا احنا يقول لك انا كفرتني يا اخي. النداء اللي هي كيف مثلا هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. والله كيف مثلا هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ما وعدكم ربكم حقا؟ قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم ولعنة الله على الظالمين. هذه آية النداء اللي فيها زجر القرآن زجر الوعظ به زجر لياك تخاف لين تخاف من النار هذا طريق انك تخاف من مولان لين تخاف من مولان هذا طريق للمحبه وعقب ذاك درجات. اذا هو مهامهم ذا الاتجاه اللي فينا احنا. شوف هو جاهل بالقوانين الوضعيه هو جاهل بالمدنيه الغربيه وهو يطالب اكثر مما تطالب الولايات المتحده الامريكيه. وراي الولايات المتحده الامريكيه في عهد بوش ما هي كيف عهد اوباما به اللي اوباما انسان قانوني اكثر مدنيه محامي اكثر مدنيه من بوش. عهد بوش اقصى اللي طالب الامريكيين هو قلع ايات الجهاد بينما خلطتنا احنا كل ما له قاع فيه كلمه كفر. وترى هو مدخل انتم كصحفي طارحين وجهه نظر اخرى بالنسبه لخلطتنا احنا يلا شيء كامل قاع فيه الكفر والرد والله كذا. خلطتنا احنا يا اخي مئات الشباب وامولتهم طرحوه في اطار اجتماعي طرحوه في اراء خاصه يطرحوه باسماء مستعاره وفي القهوه وفي العالم الواقعي يطرحوه شهارا نهارا لفوق ويطرحوه حتى في والمحمد لموين واحد في سوره النساء ما هي محشمته ما روايه واضحه ما اللي لفوق واضح واحد في قال له محمد في اسم هذاك محمد انا أك محمد ولا موين ولا هو محمد صلى الله عليه وسلم. هذا قد يكتبوا أي حد بس. ما نعتولك اسمح لي نعتولك تدوينات هو اللي نقول لك نعترك في العالم الافتراضي اللي أشخاص وراهم هم بهم وجه ما هم فاهمين هاي الأسماء المستعارة بأي وقت تقلب الأسماء حقيقية ويدفع عليها لها. بالنسبة لهم أي حد تكلم عن الدين عن الله هو هذا مقصور عمر. حد تكلم عن وحد كامل تكلم عن الدين هو متاجر بالدين. اسمح لي فهم تدوينات وفيما قالت ان كل ولي كامل حد ادعى انه ولي هو عايش بالسحت به اليمنات واحنا فيه الا السحت. حد كامل قال انه عادي دعا الولي لكن دعا الولي ما هو قاعد دعي. شوف تلحق قاعده عامه الاولياء اكلت للسحت ياكلون يعيشون من سحت بناتهم بالكريدي وبالملابس وبكذا. تلحق هذا تلحق جميع العلماء الموريتانيين لا يمكن ان يناصروا الرسول عليه الصلاه والسلام لانهم لا يموتون الا على فراش وذير وكلهم منافقون. وتجد يجب غلق القران غلق الحفظ ويجب حتى التنكر للعربيه لان الخطوره في محتواها شنو هو انها قد يوصل الى القران. هذا مكتوب وليس سرا. وذلك نصلي اللي نعرفه احنا والدوله نعرف ان قدر من جوانب وفايتها على ان هذا فيه ملايين الاورو مسخوخه من اوروبا فيه. هذا اللي نقول لك وذول كتير المعلومات اللي نقول لك فهمت اللي قال اوسه ما عرفت الخليفه ما هو تفاصيل خليفه تفاصيل خليفه نابل خالق نابل خالق اتحاد بلديات ايطاليا بكاملها يترأسها رجل قال له اوسه.
هذا الأسرة معه مكونات ثلاثة: مجلس الشيوخ الإيطالي، ومعه ممثل عن إسرائيل وأمريكية، ومعه واحد ممثل ثاني على المرصد الدولي لحقوق الإنسان في إيطاليا اللي هو كواترانو، ومعهم جمعية ثانية اللي هي لا كوميونيتي جيديسيار في إيطاليا، ومعهم منظمة ثانية من المحامين قالها لاسوسياسيون دي زافوكا بيناليست إيطاليا. هذا راني قلت لك اتحاد بلديات إيطاليا بكاملها يقرر اللي يترأس بلدية صاحب بلدية نابل، معهم مجلس شيوخ لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشيوخ في إيطاليا. شوف يوم 1 جويلية 2015، وهذا عندنا بالوثائق، يوم 1 جويلية 2015 تم تقديمه لمجلس الشيوخ لإيطاليا. يوم 2 جويلية تقديم، شوف ذم ممثلين عن موريتانيا حاضرين، شوف ذم عايشة منت مخيطير، ذم منت كذا فلانة، منت منت كذا منت المختار جزاك الله خيرا، وفم منت المختار معروفة هي المدافعة عن رئيسة منظمة حماية الأسرة، وليكن أنا عيني أعلنها لا بعد في خطابه، وهو يقول أن الشريعة سم وهي قاعدة ما كانت عندها حمل، يقولها رئيس لجنة حقوق الإنسان الإيطالي في خطاب، وعندنا خطاب وأعلن هذه الجماعة هذه في إيطاليا يحق الوية تعترض ما هو ما أنه هو على هواه يكفر كيف بقى. يقول أنا بعد أنا سولت له يقول لك الحقيقة، أيوه؟ الممثلين عن موريتانيا هم اثنين ومعهم محاميين موريتانيين، وال... المحامين؟ لا محامين فيهم محامي زميل في نواديبو نيوكان والله نوكان، ومعهم محامي ثاني وفيهم محامي ثانيين، لكن هذه المعلومات متأكد منها؟ لا هذه موثقة عندنا، هاي موثقة عندنا، عندنا حتى الروابط اللي تجمع عليها الفضة، وعندنا الفيديوهات تصريحات رئيس المرصد هذا الدولي لحقوق الإنسان الإيطالي هو كوترانو، وعندنا تصريح حتى هذا معاهم مفتي اللي هو رئيس الجالية الإسلامية في إيطاليا اللي قالوا عبد اللطيف كوزولوني هذه معاهم طبعا. وبالنسبة لهم موريتاني في اتجاه مثلا موريتاني داعش وتو وموريتاني با دامت واحلف، وبالتالي وفم دعوة لجمع عشرات الملايين، وتم فعلا جمع عشرات الملايين بالأم الأورو لتوزيعها للمحامين وعلى منظمات المجتمع المدني كيف منتهم المختار وكيف أخته هو عائشة، ولا هي متنحة يوم 3 جويلية 2015، أو 2015 أرانا اليوم نتكلم 2017، منح الجنسية الإيطالية لولي مخيطير، وطبعا الآن بصدد منح الجنسية والفخرية والمحاماة لولي موين. إذن ذم الغرب يجمع عشرات الرساميل لياك يوجهها لشباب موريتاني، محامين فاشلين، أطباء فاشلين، مهندسين فاشلين، لياك يعطيهم فضة، وفي مقابل هذا لا ينشروا للحد. وهي طبعا هي الطريقة أقصر من التبشير اللي كانت تقبل المنظمات بكل. أنت كنت تجي لواحد في باركيول والله في بادية ولد والله في بادية رسولة، تعطيه وقير شوي وتعطيه تنقلاي وقول كريس، قول إنك مسيحي، من درائياته ما شبه والله عادي يقعد لك محامي لفوق ويقول لك ذاك اللي في السماء أنا، ويقعد لك ويقول لك هذه الآية من قالها قاع، والله يقول لك مولانا ينزل في الثلث الأخير من الليل بتوقيت من ما ثلاث الأمور ما ثلاث مشحودة، الأمور عادت علنية وإحنا نختاروا الدولة ما تنقال إلا القضاء والإدارة كيف قال الفقيه، إحنا كمواطنين جزء من الدولة، العلماء جزء من الدولة، إذا من مسؤوليتنا نطرحوا الواقع كما هو على الدولة على أصحاب القرار، وهم اللي يقبض. القاضي صدر حكمه، المفتي لا يقول هذا كافر والله مؤمن صادق، وانا ذماني فيها. لكن يقول الشيخ محمد والسيدي يحيى نطرح ما روته في السلام بالعافية لباقي حزب. سيد الفقيه الأستاذ محمد علي، طبعا الوضع كما يعني تابعت كما صنعه الأستاذ الدكتور سمكة من ناحية فقهية ومن ناحية شرعية، والشرع سديد ووجده لكي يقرب الناس ويرغبها لا لينفرها أو يخوفها، كيف نواجه هذا الوضع الذي ذكره؟ سؤال وارد جدا، وأعتقد أنه مطروح علينا جميعا، هذا السؤال يطرح نفسه. أنا ظاهر لي عن القضية، قضية الإلحاد والتمرد على الدين والتمرد الحقيقة على المجتمع، عنها قضية متعددة الأبعاد، يلا تعالج من زوايا مختلفة وبوسائل مختلفة. وهل أن يعد على المستوى التربية والتعليم يعود فيهم عناية بتحصين الشباب مثلا مرحلة ابتدائية مرحلة أولية بمعطاهم المعلومات الصحيحة
عن الدين وعن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وصحابته والمعاني الشرعيه للامور. مثلا اذا عاد الشاب يتعلم عن تطبيق الشريعه، ينقال له لا تطبيق الحدود، طبعا لا تعد الصلاه مشوهه على الاسلام. يا اخي منين يقرا الاسلام تقريه صالحه كيف كنا نقول ركعتيه عن الاسلام اخلاق والاسلام معاملات والاسلام علاقات والاسلام حقوق والاسلام واجبات، وعن الانسان وعن الانسان المسلم ما هو شخص معزول في منطقه معينه وانما هو مواطن كوني في التاريخ وكوني في الجغرافيا، يعني ينتسب الى ادم وينتسب الى البشريه كاملها. هذه القيم والمعاني يعني تدرس في المدارس ويحصل بها الشباب في المرحله الاولى، هذا جزء من العلاج. جزء من العلاج كذلك في وسائل الاعلام، وسائل الاعلام اللي يعني ترى عنها عندها مسؤوليه وعنها هي متحمله امانه بعملها في المجتمع اللي هو بالحفاظ على قيمه ونشرها ونشر الخير كامل. مثلا مع الاسف الشديد نشوف وسائل اعلامنا بدل عنها تعلم الناس بعض حتى قاع في الامور الدنيويه، ذلك عن الدينيه قاع، وان كنت بعد واهلي عن وسيله الاعلام في دوله كيف دولتنا ومجتمع كيف مجتمعنا، تقبل شرعيتها الا من خدمه قيم المجتمع وثوابته والدفاع عنها. يا غير ملي منين قاعد تعود مشتغله بشيء من التوابع، نشر التبرج والفساد والحراف وش نشر لك شو معناها؟ معناها استعراض مسلسلات من هون وتمثيليات من هون وكلمات من هون واغاني من هون، تنشر الخلاعه وتزينها وتعطي نماذج مثلا من واحدين مقزعين رؤوسهم واحدين داخلين سلاويل ومش وين كيفتو، وبعدين هذا ينتشر في المجتمع. هي وسيله الاعلام تخلت عن مهمتها، على الاقل هذا يا تبيل جبلو تعليم الحرف وترغيب الناس في العمل الصالح، ترغيب الناس في احترام القيم المدنيه، عن حد مثلا ما يوسخ المبديه، عن حد ما يعدل زحمه المرور. يهجرك المشاهدين؟ لا ما يهجروني، لا ما يهجروني، المشاهدون يريدون فعلا الترفيه. يا غالي الدنيا هي ترفيه كامله، والترفيه هم اللي ما هو الذي قدو، انت منين تجيب لهم مناظر طبيعيه وتجيب حتى فن هادف. انا مثلا نحن نتكلم في السياق العام، انت ما فرضيك اياك يشوف المشاهدون تبغى لهم شنو الفائده؟ احنا شفنا قنوات وشفنا اذاعات ناجحه جدا ولا تنشر ما هو شيء مفيد يا خير على مستوى معين. لكن مع الاسف الشديد وارجو ما تكون مثلا الوطنيه، ما عيني بعد الوطنيه، ما عيني على حد في الحقيقه، انا ما نعين لانك تعين ما يتواسى ما هو الشريعه. من يعود هنا السهل لا انك تقبل من هون مسلسل من هك فيلم ومن هك روايه اخرى اياك تسد بها الفراغ. اذا انت ما تحملت الامانه، إذا انت ما بذلت مجهود انك تقدم للناس الشيء النافع، الله سبحانه وتعالى يقول قولوا للناس حسنا ولا ما ينفع الناس فيمكثوا في الارض. وهذا هو التحدي اللي على الاعلام. ومنين تعدلوا؟ انا راهن لك على ما لا يجركم المشاهدون. لا يقبال يقبل عليكم المشاهدون به اللي الناس ملت من الغوغائية الرواية اللي هي هاي نقطة قضية الإعلام. الناحية الثانية قضية أيضا الحوار العام. الحوار العام احنا هذا أخوتي ديننا هذا قائم على الحوار. وقد سمعت أحد الأساتذة المغاربة يتكلم في برنامج قال كلام جميل جدا، قال عن الحوار ومشتقاته، قال ويقول وقلتم وقلنا وما في معناها عن ورد في القرآن 2500 مرة. وعن الحوار في الإسلام لا حدود له أفقيا ولا حدود له عموديا، معناها كل حد يالتك تحاور معه، وكل حد الإسلام فاتح مجال الحوار معه، وكل شيء أيضا قابل له يكون موضوع الحوار. الله عز وجل تحاور مع إبليس، وموضوع الربوبية كان مجال 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 حوار والألوهية. إذا ما احنا ما عندنا محور، ديننا مستقيم ومستجم وتقبله العقول السليمة. ولذلك ثم وهذا دوركم انتم الاعلاميين، هذاك الحمل انا من الناس اللي ماني حتى مؤمن بالتفسير التآمري الامور كاملها. يا غير ملي الحقيقه قلت 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 تفسير الامور تفسير تآمري ما يعلم اللي غفل حد عن بعض المؤامرات القائمه فعلا. افتح اي قناه ايش تشوف فيها؟ انفجر ودمر ومات وقتل واختلفوا وتضايقوا وفشلوا هو اسمه وجاهم التسونامي ولا جاهم الجفاف. وين هو شيء يبشر بخير؟ وين هو شيء يبعث الامل؟ ما تجبر ابدا. هذه حرب نفسيه مشنونه على عقول المسلمين، عقول العالم اللي نحن منه.
وما هو الواقع؟ الواقع فيه نجاحات، فيه آفاق، فيه حتى مكاسب احنا نحققها اليوم باسم الدين، بديننا في الغرب. يعني هاي تغطى. نحن عودان فلاسفة كبار، عودان محامين كبار، عودان رجال أعمال كبار، إعلاميين كبار، يدخلون في الإسلام ما هم مكريين ولا مخزبين. وضح هاي الفكرة دكتور. هل الزندقة وردت في الحدود؟ وهل الرسول صلى الله عليه وسلم طبق حد الزندقة على أي كان؟ أو ذكرها في حديث؟ أو في أثر؟ أو الزندقة مصطلح طلع على النبي صلى الله عليه وسلم. غير قرت الأمة كيف تغير من الأمور. الزندقة طلع على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لماذا طلع على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي باللي زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان قال النفاق. زندقة تنقال ذلي. كيف تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع المنافقين؟ هي نعم النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع المنافقين بأنه كان يعرفهم وكان يحذر شرهم وكان يعاملهم بحسب أحوالهم. يا غير زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان النفاق فيه بلا خطر بالمقارنة مع زمن ما هو نوع خطر وخطير فعلا. المنافقين عدلوا الخلافات بين المسلمين، المنافقين عدلوا المؤامرات على النبي صلى الله عليه وسلم، المنافقين كانوا هما الطابور الخامس لأعداء الإسلام من خارج دائرة المسلمين. يا غير الله عز وجل كان حامي المجتمع من المنافقين به اللي الله سبحانه وتعالى يكشفهم للنبي صلى الله عليه وسلم. والمنافق هو اللي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. إذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان شر مأمون به اللي الوحي يكشفه. لين حذيفة بن اليمان كان عنده لائحتهم واحد مع الأهل والنبي صلى الله عليه وسلم ويعرفهم ويعرف حركاتهم وسكناتهم وقضية مضبوطة لهم قاعدين. طيب لماذا يتم قتلهم؟ به النبي صلى الله عليه وسلم قاد يأمن شرهم دون أن يقتلهم. وبه اللي قال لك ساعة لا يتحدث الناس أن محمد أن يقتل أصحابه. طيب لماذا يتحدث الناس أن نحن نقتل أصحابه محمد اللي هو لم يقتلهم؟ نعم. وتنزه عن قتله. هو قال ما هو أصحابه وقال عليه يقولها الناس الآخرين. هو قال أصحابه. حتى لا يقول الناس أيضا أن محمد يقتل أصحابه وما لا يقول الناس أنهم أصحابه وما أصحابه ما بقي ما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وضرقع ما خرج أصحابه نفس المعنى بين اللي ماتنا أمن شرهم ما تينا أمن شر. هذه قضية ونقشة تكساعد متى بدأ القضية. ما تينا أمن شر. النبي صلى الله عليه وسلم كاملين تابع ما يقع الدسيس. يجي الواحد يقول له راه مالك عدل كذا شو قالوا كذا شو سووا كذا. قال الواحد انقطع ولا تمشي يأمن المجتمع من شر المنافقين اللي هم أصبحوا قال لهم الزنادقة. اللي دخل من منهم إلا القضاء عليهم. هم حد قال لهم عنهم يتولون أو ما كانوا يتولون وما كانوا ما كانوا عالم عن الكفار. وكان واحد يصلي في المسجد ويقول أنا مسلم وكذا وكذا. يا غير هو يكيد الإسلام. منين يظهر عليه؟ ويعرف عنه فعلا قضيته قضية حقيقية تثبت بالأدلة حكمه القتل. طب الرسول صلى الله عليه وسلم في موضوع عبد الله بن صلى عليه حتى ولو نزل القرآن لا تصلي على أحد منهم مات أبدا وأقام ولا تقم على قبره إلى آخر طب لماذا مثلا نحن كما قلت هذه الطريقة التي تعرض بها الرسول صلى الله عليه وسلم مع المنافقين قد تكون حتى جذبت غيرهم الإسلام بطريقة من التسامح وطريقة من حسن المعاملة. ما هي الحكمة من اجتهادنا احنا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ومعاملتهم بالطريقة اللي انتم تدعون اليوم؟ احنا قاعد ما احنا ندعو لها. شوف هو ويدعى لغيركم عبر التاريخ الإسلامي. اي عبر التاريخ الإسلامي. قال شوف التاريخ الإسلامي حق النبي صلى الله عليه وسلم اللي طبقوا واللي أقر في هاي المفاهيم وهاي تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم صحابة. هذا الصحابة ما نحن أغير لهم إضافة شيء ما نحن أغير منهم علم لهم إضافة إلا ظهرهم سمعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لهم هم يعرفوا الشريعة ومقرها لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليكم بسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد. إذا الصحابة رضوان الله عليهم أخبرهم في الإسلام أخبرهم بمصلحته من نحن كيف نعرف البدعة يوم البدعة والضلالة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة هذا الذي بدعة الذي شيء هذا مبحث طويل على كل حال. البدعة ما أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التدوين لا أصل له الشرع هذا هو البدعة. شيء ما عنده أصل الشريعة وجاء عقب النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل طب أنا سوف أسمعك رأيي حتى نوضح موضوع الانتقائية اللي يتهم بها بعض الفقهاء. الله هذا محمد مختار الشقيطي تدوين نسيت نسوب محمد مختار الشقيطي قبل تطبيق الشريعة يجب التخلص من المصائب الفقهية في تاريخنا مثل الرجم وقتل المرتد وبعض فقهية للذمة وفقه الرق مما يناقض
بديهيات القرآن. لو صدر هذا الكلام ناقض ايش؟ بديهيات القرآن. لو صدر هذا الكلام اليوم من اي شاب من المترددين على القهوة التونسية كنتم أقرتم من الدنيا ولم تقعدوا وكان المحامين رفعوا دعوى واتهموا بالزندقة، يعني أنتم كيف تعلق على هالكلام؟ هذا الكلام في الحق ما هو الصواب اللي عليه جمهور الأمة، هذه أمور ثابتة في الشريعة الإسلامية، الرجم وغيره، وهم اللي خلط قضايا معينة، الرجم مثلا والرق وكذا وكذا، في الحق خلط للأمور، هذا رأي الشيخ محمد مختار الشنقيطي، وهو رأي على حال شاذ، هذا ما هو الرأي اللي عليه جمهور الأمة. انتو طب عودك الدكتور، شوف انا اقول لك ان المنافقين بنص القران واقتلوهم حيث وجدتهم، القتل. ثانيا بدل من يعدلهم من ذي روايه وانه خلاف فقهي، هذا حال البرلمان الموريتاني، وقدم له نص قال له الزنديق يقتل ولا يستتاب ورأيها متوفره في المخاطر، وقدم له النص على ان القادح في ارض الرسول يقتل ولا يستتاب. هذا حل النقاش، احنا رانا في قضيه نازله للي دور محمد المختار الشنقيطي، وفعلا هو جزء من المعامره في قضيه المخيطير اللي كتابته عن الرد، وحتى الفقيه الفاضل والسيد المصطفى وقدمت له المعلومات، هو والامين النفس المحامي قدموا له المعطيات غير دقيقه وعلى اساسها قال راي، غير ان يتبين له وجه الحق ومولي على المعطيات عالم منبئ عن الله رجع لوجه الحق. اذا هذا الله حسبه فيما قال. غير بعد قضيه المخيطير حاسمتها الماده 306 فقرتها الثالثه والماده 446 وقع حل الاشكال، وهو اللي واحد فيه فلسفه القانون ما يعرف، ولنعود بعد يعرفوا هو والله الشرع يعرف، احنا ما نقدروا كفروا ولا نفسقوا غير نقول له وهاي احنا نتناقشوا الحوارته بالمناسبه حتى اللي نعود محمد المختار الشنقيطي وجهه نظره فعلا على المتطاول على عرض الرسول عليه الصلاه والسلام انه يمشي كعب صحاح وقال انت واخير في الاسلام، قال شيء ما انزل الله به من سلطان بالشريعه وفي القانون، وانا ادعو ما اني ادعوه اتحدى والعد باقي جهان شهور قطر تحدى عالم مولانا النقاش الروايه في الجانب الفني القانوني اللي واضح انه ما هو قانوني، واضح انه الواحد بفلسفه قانون ما هو فني، واحد فيه ما هو سيدي ليستوار ولا دلا تيوري، ما هو قانون ولا قد ما نعرفه شخصيا، غير بعد عالم يعني ذاك شيء يعني خالقين العلماء غير ما هم عاملين، ما انا بعد شفت ذاك اللي كتب سابق، انا في المغرب شفته سابق محاكمته للمخيطير باسبوعين، ولا هو نزيه ولا هو شريف على ان يؤثر على القضاء بشيء من الكذب بشيء من شيء ما هو حق، القضاء يؤثر عليه الاف الاشخاص ضرك المحكمه العليا ما هو واحد ديك الساعه ذاك قال له قضاء لي محكمه الاستئناف، بينما المحكمه العليا ما قال لها قضاء، ما هي درجه من تقرير التقاضي، وهذا عند النصارى لنقسم كرسي بريم ما هي ديكري دي جريديكسيون، بينما كور دابل ديكري دي جريديكسيون، الحاله ما هي واحده. شوف هذه كره اللي دروها هما في الوقت اللي النصوص الموريتانيه حاسم القضيه. انا نختار نذكر الناس بان احنا لماذا نقرا القران؟ نقرأ القرآن لياك نعرف الله ولياك نتعبده. القرآن شو يقول لنا؟ يقول لنا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. حد ما يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام وراه، وهون الحب مرحلة، ما هني ماني ضدك، الحب مرحلة بعيد أنت فاهمني، وحتى عند النصارى عندهم لافيكسيو وعند الرومان لافيكتيو، الحب معناها أني نختيرك عن كل شيء. هون حد ما يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام يرتو يرجع الإيمان ويصحوا، معناها بس من حال احنا مجتمع موريتاني لا نعود ما شاء الله مجتمع المآذن والمحاضر وقراءة القرآن، يقرا لين يتعلق الأمر بعرض الرسول صلى الله عليه وسلم، لا نقعدوا في ديارنا والله لا نخلوا نعودوا حياديين، هذا به منطقي برا. هذا الثانية احنا كنا واحدين اللي تصنت له والدولة واحدة فيه ونهارات والرئيس تكلم فيه والرشيد المقاومة وبكار والسويد أحمد رحمة الله عليه والأحمد العيد والشيخ ملعيني رموز المقاومة وحمد المختار والحامد هذو والعبدوك هذو اللي كانوا واحدين فيه، عندهم قناعة يدور الدول الموريتانية تخلق دولة ما قد خلقت ولاهم فاهمينها، دفاعا كانوا عن الرسول وكلمة الله صلى الله عليه وسلم والرسول. إذا حد المقاومة حقيقية راعيها معيارها على أن ينتصر لعرض الرسول عليه الصلاة والسلام، إلى ما ينتصر لعرض الرسول للمقاومة الواحدين فيه شمل كذي عقيناهم لا نقولها لك، المقاومة الثقافية الانتقام لها والوقوف معها هو الانتصار القيم هو أهدافها هي شنها، والمقاومين كانوا يدوروا إعلاء كلمة الله،
بكار ما كان يدور لتا موريتانيا ولا مهمة عنده ولا شيخ من العين. لكن ما هو وجه المقارنة بين ما يحصل اليوم وبين المقاومة؟ المقاومة واضح. شوف هم ذو المقاومين كانوا يدوروا على كلمة الله ورسوله. إذا هم احنا اليوم ينتهك في عرض الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا ما هو كونسلية بلا وقد التوفيق بيناته. حد يبقي برهم هم هذو، والحكومة باقية تصدق في توجهاتها وتراعي شعبها وتعدل مقاومة حقيقية. ما هو إحياء ديار والناك تحوز على ديار رشيد القط وتوقفهم، والله مدفع قطاح، والله معركة النيمان. إذا فهم شيء ثاني معنى ثاني أكبر من ذلك، على أنك تنتصر الدوافع عموما اللي هي على كلمة الله وعرض الرسول عليه الصلاة والسلام وتنتصر له في إطار القانون. طبعا في إطار القانون احنا اللي طالبين، ما نطالبوا بدور كتاب تطبق فتاوي سحنو والله القاضي عياض، احنا ندور تطبيق نص من قانون العقوبات واطين عليه، ان قال ماده 300 عاد باقي نقولوا لهم بالفرنسي مكتوب ومليبي ومنشور في الجدار الرسمي، الامور واضحه. عقب ذاك هذه المقاومه ذي اللي ملي العنتريات اللي واحد فيها موريتاني، واسمح لي هون احنا العصبيه واحد فيها موريتاني تقصد بها من لا اصل لا نقول لك، كل قبيله جمعت عندها تمجيد تقوله. احنا مثلا وزوك وذوك كل قبيل خارج قبيل طبعا ما خارج قبيله ما عندها عنتريه واحده فيه، هذا احنا كاملين نعرفوا على مصدره الرسول عليه الصلاه والسلام، ونعرفوا على الحالات الوحيده اللي يعود فيها الفخر والحميه تعود مطلوبه فيها عندما تعود لخدمه الله ورسوله. وتعرفوا الصحابي اللي قالوا تبختر قالوا انها مشيتون يكرهها الله ورسوله الا بهذه المواقف. يا اهل موريتانيا حميتكم الى عدتوا لياك تعود عقب تموا تجمع والله تموا تتفخروا، راهيالكم اللي مات بشق عبد الرسول عليه الصلاه والسلام عقب تعود نار عليكم وتعود كذب مولي وتعود ما هي حق. به اللي ما فهم شرف عقب شرف عبد الرسول، قرايه القران هي قرايه القران والمحاضر اللي تعود ما هي اللي توصل المحبه الرسول والانتصار له هي شنبت. الثالثه احنا المقاومه مدري كان نقعد نعود اولياء مثلا بارين لوالدينا، ولهذا هو المقاومه اللي نعود عرض الرسول عليه الصلاه والسلام ينتهك عليه اليوم وحنا نسكت. عقب ذاك موريتاني اغلبيتها شرفاء اكثريتها شرفاء، اليوم الرئيس الشريف الحزب الحاكم اتحاد من اجل الجمهوريه الشريف، منين يا اخوتي الشرف اللي نعود مصدر الشرف وبو الشرف يتعرض لك الشريف باي معنى؟ الشريف شوف احنا مآمنين بالسنه، قال الشافعي وفي السنة الرسول يوصينا على آل بيته، معناها الناس اللي تنتسب له هو الآل بيت، وإحنا واجب علينا حبهم وحد ما يبقيهم يعالج نفسه وراه ولك حبه ما هو صالح. معناها اليوم وإذا نعود واضحين فيه إسباعي الشريف الناس مصدقون في أنسابهم، هذا كيف قلت أنا الزميل سي محمد المحام رايح اسمه سيد الشريف، الناس آل البيت واجب عليهم وراه هو أوجب عليهم هم من نحن بي اللي أنا الماني شريفي واجع اللي ما ننتصر له هو نعود بالله في سقط وليكن ما هي ضد ديمقراطية ما هي ضد حب فلان لأنه ينتمي إلى بني فلان، لا لا ديمقراطية ترى توفينا من ديننا، واجب علينا نحب آل البيت وعلينا نعود ونعود أنفسنا عليها، واجب علينا شرع الديمقراطية. انت تفتح مجال مجال شي خسر، هذا هو انا ماني مستعد لنافقته، هو حد مآمن الرسول عليه الصلاة والسلام يوصينا على آل بيته وقال لك وعندك عندك القرآن. هؤلاء الناس المنتسبين لهذه صفة إيه نعارضهم سياسيا أصلا نعارضهم ننتقدهم أصلا حقا نختلف معك في الأراء، يا أخي الخالق أفضلية ومحبة لك أنت من أهل البيت، أنا نحترمها لك ونقدرها لك. أنا نختلف معك سيبو الرئيس محمد العبد العزيز، أنا نختلف معك في الأراء. أعطيك مثال أعطيك مثال منتدى هم الأنفس وليكون هم فيهم شرف الشيء، ما قلت أنا بعد ما قدروا فهم الحد يعني ملتقى لأقل منتدى والله الاتحاد مجلس الجمهورية. جاء حد وقال له عنه شريف مالك بن أنس رضي الله عنه، جاء حد وقال له عنه شريف، قال عنه يؤدب انه يخبط عدة اصوات واعطاه هدية، قالوا له شنو؟ قال لهم الاصوات البطل يعدل له حماية لنسب النبي صلى الله عليه وسلم، ما يتم كل حد يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والهدية مراعاة الحق النبي صلى الله عليه وسلم العدل يعد الحق، معناها تطبيق الشريعه تطبيق الاحكام ما ينافي احترام الشرف. انا راني بعد ما انا قال هذا عندنا خرج بينا شوي عن موضوع الاصيل اللي كنا شهدنا اخباره، وانا اصلا اختي انتم متقيدين والله لا لا انا اسمح لي انا عندي راي انا راي خاصه عن فقه انك قلت كلمه ولا رديت لك عليها، هي قضيه عودانا منين قال حد شيء مخالف الشريعه قامت عليه الناس القضيه، منين قالوا محمد مختار الشنقيطي ما عدل فيه؟ لا انا ما نتهم بمخالفه الشريعه، لا انا من انا حتى اعترض على كلامه اذا كان منسوب لي صحيح.
تعترف على كلام انت قلت تو عن هذا انا اقول لك فقط عن محمد اختار الشنقيطي ما مرتبته القضيه ولا كفر وغيره ربما لو قال هذا الكلام هذا هو قلت خامه الدنيا قلت انا هلا عن فرق بين مستويين وهذا مولي الله في الشريعه وهلا عن مولي في القانون قاعد اخذها في الاستاذ هو حد قايل شيء على سبيل انه راي يراه هو اللي مقصود العلم وجاب الاجتهاد وعنده هو معنى اللي يفهم الشريعه هذا شيء وحد قايل شيء على سبيل التهكم والاستهتار والاستهزاء هذا شيء اخر ما هو واحد ما هو واحد حد عنده روايه وهذا معروف اهل الشبهات يبحث عنهم ويجادلوا ويناقشوا وربما يعود عن ما من الحق وربما تعود شويه بعض القضايا معينه ولا يعانوا مع الناس الاخرين اما حد الا قاعد هو عنده كلافية يقول فيها اللي باغي ويسب اللي باغي يسب ويتنقص اللي باغي يتنقص هذا الحق شيء آخر إذا حد عنده شبهة ومن هون من هون من هالمنبر يعني نقول عن باسم منتدى العلماء وباسم الناس كامل اللي تنتسب للعلم في هذا البلد نحن ما دين يدينا شبابنا هذا ولأي حد عنده شبهة حول الإسلام يسوى عن الإسلام جاير ويسوى عنه تطبيق وما وصاه أي شبهة ما عندنا حدود يجينا نناقشها معه يا غير لا يعتبر نفسه هو خبير في الشريعة الإسلامية ويتكلم عنها كلام في الحق ما هو صالح يعقب يقوده إلى هذا جزء منه طبيبة انتظر كاتية أنا ما تقبل لها عدلك وصفة عندي لك دق يعني ما يتخصص فيها وقلنا ذلك بغير لك من التخصصات نختار الناس تحترم الشريعة الإسلامية وتحترم التخصص هذا لا أخوتنا أولادنا كيف قلت لك في بداية الحديث نحن نختار ندخل الكفار والإسلام بس من حال نعود ساعين نأخذ أولادنا من الإسلام العكس أختار الإسلام يزاد يوميا الحمد لله رواه لك يزاد يقال بعض ذاك سكتني عن نوبي الإعلام جزء من المعركة القائمة وله مصد الشور ذيك الجواب إيجابية في الإسلام الإسلام يوميا ينتصر ويوميا يدخل فيه الناس وإحنا ما لنا خايفين من معركة مفتوحة في النقاش ولا في الحوار يا غير اللي خايفين منه واللي ما نقابلين ذيك الروايات اللي تحت الأرض مرة من المرات سوى لي صحابي في لقاء تلفزيوني يكان إحنا طالبوا الدعوة للإسلام في الغرب كانوا مستعدين للنصارى يجودوا عنا النصرانيين قلت له نعم منين يجونا دعاة كيف نعدلوا احنا نقبل ولادنا عن البلدية ونكروا قاعة ونقولوا وهؤلاء هي أساتذة الجامعة وهؤلاء هي الفلاسفة وهؤلاء الباحثين نعرض عليكم الإسلام ونناقشوا معاكم ما يحبهم يجوا ولا طاح الناس عنده دراعهم واللي قبلوا منا الصحة عارفين مين الصيجونه باسم خبراء زراعيين هذا خبير زراعي وهذا طبيب وهذا انساني وهذا ايش ما تعرف شنو هو ومشي يسوا ادواب ولاد غال ومناطق الهشه وعودوا ينفذون السم في الدسم تملي هوالك حد قاع ما كان عنده شيء عن شوالك عنده شبهات حول الاسلام طاريالو لكن احنا ضده ولا نقابلينه يا غير جينا حد عنه قس والله راهب والله اللي هو لا يدعي النصراني ويقول عنه طالب الناس تحضر له مدرع الجامع والله في مسجد الجامع وجهه ناقشوا اذا نحن هل طبق الرسول صلى الله عليه وسلم حجر الدم؟ طبق النبي صلى الله عليه وسلم طبق حجر الدم ناقشوا على حدين ارتدوا ما حضرني اسمائهم الان اللي قاعد يعملوا لاحق اللي من اللي بداها عند المسلمين اللي ما يسمح الله اللي قالوا اقل لي بيعتي وحتى عمر بن الخطاب طلب من الاذن بقتله والرسول صلى الله عليه وسلم رفض. شوف احنا نقول هون في كلامنا اللي كنا نقوله القاضي عنده سلطه تقديريه وعنده القناعه اللي يحكم بها ما في اولاد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقدر يسمع كلمه عند حد يظهر عنه ما هو قاص به الرد ولا يطبق عليه حد رد ويسمع كلمه عند حد عنه قاص به الرد قبال عنه عين عليه الا رد. طب النصوص القرانيه كثيره وردت في المتوارد ولم يذكر فيها احد. كيف تقرأ أنت؟ شوف الشريعة من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه كذا كانت ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم كذا عقوبات أخروية قال فيها واقتلهم ومن حيث وجدتم ليس في حد هاي شوي هذا نص من القرآن ذاك الناكثين على العهد ومنيه هم اللي نفذت العهد مع المشركين غير شوف الشريعة هاني شوف الشريعة الإسلامية ما تنقال له إلا نصوص القرآن نصوص القرآن هي أصل الشريعة الإسلامية ونصوص الوحي السنة مكمل للشريعة الإسلامية واستنباطات العلماء اللي استنبطوها
من القرآن الكريم ومن السنة النبية، هذا لا من الشريعة الإسلامية، هذا كامل هو الشريعة الإسلامية. وبالتالي عدنانك لا هي تفهم الشريعة الإسلامية من خلال آية واحدة، والله من خلال حديث، والله من خلال مفهوم حديث، والله من فهم آية، أبي الحق ما هو صالح. وده بل إني غلطت من الناس يقول لك هذه ما هي في القرآن، والله هذه ما رأيت حديث يدل عليها، حديث قد عود ما استقصى، قد عود ما اللي ما عرف دلالاته ووجه الاستدلال به. والقرآن فيه اسم الآيات المجملة واللي بينها النبي ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله يغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. آيات كثيرة في الموضوع ده. ما نختلف، هذا صحيح، هذا صحيح. وراه ولك هذا ما حد ما كنتم ما قاد الناس ما يمتقوننا حتى والله الجانب الفني في الشريعة هو القاضي يقدي عزر بلي أدا ما لا بد من حد. هذه مغالطة مامي، يلا نتعدوا تقدروا هيك ما هي حد وأمير المسلمين يحكم بلي أدا تعزيرا خالق. أنا كلا إحنا قعدت رد هذي اليوم مثلا جماعة النصرة البعض يتهمها بأنها تحولت إلى كيان برؤوس أنا أقل لك الكلام اللي يكتبوا بعض معارضينها برؤوس وبتمويلات كذلك وبحتى رواتب وبهيكلية معينة يتخوف البعض أن تتحول في المستقبل كما حصل بعض الدول الإسلامية إلى شيء أشنع. شوف أنا بعد نختير أن أكمل لك فكرتي أن قضيت البيت تعرفوا حتى السنة والشرع واضحة فيه انهم موجودين، واحنا الشرع عندنا نسب ما يقد حد ينفيه. اللي صنع اختير نقول على نبس من حاله مدري كان الشرف عاقب ذو الانتصار له لا يعود عنده معنى اللي تمشي ذي القضية ما انتصر العرض الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم ثانيا احنا نقوله انه مجتمع مالكي، مالك رضي الله عنه كان في المدينة ما يمشي على يمشي حافي القدمين اللي ياك تقديرا للرسول عليه الصلاة والسلام. مطري كان مالكيتنا لا يتود عنده دلالة لأنه خلوا عرض الرسول بذي الحالة اللي ذي هي نقوله نخلوا يمشي ولا مخطير قضية راه يرد كيف قالوا للشنقيطي والله والأموين والله حد ذاني والسلام بالعافية يمشي ولا مخطير والله واحد ذاني كعبك صحاح. الثالثة مطري كان الثأر الناس اللي طالب تطبيق الشريعة اللي ما يطبق ينعدم ولا مخطير كان في المستقبل مزات قد تطبقه هي الشريعة ما تصوت العرض الرسول عليه الصلاة والسلام من يا الله تنصف المن. الثالث نختير نقول من ناحية الفنية وهذا نقوله تحت مسؤوليتي ونقوله كقانوني راه هو ذي القضاء اللي هو هم ويحرمنا مش يعطيهن الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية اللي هو القانون الدولي اللي يبقوا الناس اللي هواهم الغرب واللي يقولوا لهم نصارى دراسينيين مجتثين على الأقل القانون الموريتاني الإسلامي ولا حاجة عندكم ذاك عندكم لباكت لباكت انترناسيونال دو سيفيل بوليتيك يقول حق التقاضي على درجتين كل مواطن وأنا مواطن موريتاني عندي الحق في قضية عرض الرسول أني نتقاضى على درجتين. أنا في القضية انحرمت منه التقاضي كان لا على درجة واحدة هي محكمة نواذيبه محكمة الاستئناف في نواذيبه انحرمت منه. احنا طالبين من المحكمة العليا تطبق القانون الموريتاني ولا بقى تطبق الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية واحنا مصادقين عليه وهو اللي على اساس وعدت هاي لجنة مناهضة التعذيب وتحيل الملف شور محكمة الاستئناف لياك تمكننا من التقاضي على درجتي به اللي مبدأ من مقدس النصارى يقولوا دوبل دغري جريدكسيون ويقولوا مولي دروا عجيج دبل هذا احنا القضاء حالا حارمنا منه يا اللي ما تفهم ما القوانين الغربيه اراعيه لك الميثاق الدولي للحقوق المدنيه والسياسيه في قضيه ولا مخيطير راهي مرات الناس تمشي بين شو التفاصيل راهم نصارى لانفسهم طارحينها في اطار انها كراهيه دينيه ما خالك شيء احقد على موريتاني والمسلمين والاسلام من خلطه ايطاليا ايطاليا يقول لك دي بروبو بلاس فماتوار معناها ان هذا 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 قدح علني في عرض الرسول عليه الصلاه والسلام اذا من يلا يطبق ذي اللي قلت لي سؤالكم شوف هذا نصرة. النصرة هذا اللي قال ما أنزل الله به من سلطان ونعطيك مثال عليه أنا شخصيا ما يقد حد يقول أنه قد أعطاني 5 ولا 10 والعلماء ما قطيت خالق دعاية اكتبها تقدمي وناصر حد ثاني من اتجاه السوء من المحامين على أن احنا جايين المرابي عينهم على الشريف الشيخ الرضا وعلى أن مجموعة من المحامين سدنت حقوق وهذا الشيء من الكذب نتكلم يعرف الشيخ الرضا على انه احنا ما انا ما قطاني 5 ولا 10 ولا يعطيها لي في الميدان اللي هو ونختار قاعد اقول للروايه العام ولا مخيطير ومناتهم خيطير والمين والمحامين اللي معاهم واتجاه السوء الملف مشاو به لين جابوه لجنه الامم المتحده لحقوق الانسان واحنا ما لنا قادين بقول لي انا ما بخياري
اللي نقول نفهم وضع مالي والله والله أريد أن أقبل خمسة من الرقاش واحد ضيع تجري ودرت عرضي في قدام وتلع عندي من الخالق نسكت وراه هي قضية وجهية نتحرانة شخصيا قضية اتعاب لي أنا شخصيا من ريجنسي تدخل نمشي أنا يعني وشي ما هي خلق ذلك لا أمل فيه قيت أقول لك أنت أستاذ مطار تقول الآن وعلى الشاشة الوطنية أنك لا تتلقى مقابل ما تقوم به في موضوع النصرة وفي موضوع الخطير وفي أبدا أدفع أنا شخصيا أدفع أنا شخصيا حاشا ابدا ولا يدفع لاي محامي الهيئه الوطنيه المحامين احنا بالعكس احنا هم اللي ندفعوا اموالنا احنا هم اللي ندفعوا مستعدين وراهي زينه عندنا وندور ندفعوها بالعشرات وعندنا هذه الكذب وعقبك ما فهم تخطيط شوف هذه هيئه منظمه قائمه اللي هم اتحاد العلماء والائمه نصره نبي الامه ذاك نصره المنتدى العالمي نصره الرسول عليه الصلاه والسلام منظمه معترف بها الهيئه الوطنيه المحامين منظمه معترف انا محامي مستقل عندي قضيه كنت واحد فيها سابق الناس كانوا لاني معلم بي ووسائلي قاعد امشيها بي اللي بالحقيقه ندورها للفن وندورها للقانون وندورها الطهر نيانه من ذنوبي عكس اللي يقولوا هم اتجاه السوء على اني انا ادعي قداسه ما فهم قداسه ولا فهم سبه فهم لا الذنوب وفهم لا الخوف من الله وعلى اني ما يشفع لي هو فيه خزائن الله وكالة النار أوه. هذا هو الحقيقة ما عدا اللي يقولوا كذب غير قاع شبيك هم ما لا ينس مالهم الدين في جهة ما قال لك المال هو خالك شيء يوضح من حد يقول لك علماء موريتاني كاملين منافقين خالك شيء يوضح من يقول لك حد أولياء موريتاني كاملين يعيشوا بالسحت أنا نعرف علماء وفقهاء والسيدي يحيى راعي نهار في حرب مع تلاميذ حد منهم قالوا دور 1500 والله 2000 طلب من حد فهم علماء وصالحين في ولات ودار في ادرار ما قط الدوله قاعد محرب منها ولا يقبض رواتبها اذا تعميم حربهم هم مع العلماء ومع الائمه احنا نعرفوا اسبابها ومنهم اللي ذي النصره يشهد الله ان احنا هذو مسلمين عاديين فينا كيف قلت لك الاتحاد من الجمهوريه والرفدي وتواصل والناس اللي ما هي مستقل ما عنده اي موقف سياسي كيف يعني غير حق والله الذي لا اله الا هو يعني كيف قال العلامه اباه والعبد الله يلي ما ينتصر عبد الرسول عليه الصلاه والسلام يدني نكفر موريتاني المجتمع والدوله كفرة ما قال بها قال ودني نسكن في ايطاليا يقتلوني فم الله يعدمون بي اللي واضح ابلي ما ينتصر فيه عبد الرسول عليه الصلاه انا ايش مقعدني فيه انا ايش مقعدني فيه يقرقع ما هي اللي قال بالدوله ينتصر عبد الرسول صلى الله عليه وسلم حددها لك يطبق القانون الموريتاني ينقال حقك يتم اعدامه الخطير نحكم بإعدام المخيطير تحكم بها القضاء الموريتاني يا كانوا نعدم والله ما ينعدم ذيك مسألة ثانية أنا معترف بالدولة بالسلطة التنفيذية وموجودة والرئيس موجود وعنده دستور ويقد يعفي والله ما يعفي ذاك يعدل الرئيس أنا المرحلة اللي فيها لما ينحكم على المخيطير قضاء الموريتاني خسر بيه اللي الثقة ما تلات خالق فيه ولا تري قد يقول أنه قضاء إسلامي واسمح لي الدول العربية مولي وهذا هو الميال تحترم نفوسها الدول العربية والله الدول الإسلامية تقول عند الدساتير عند وضعها اللي يكتجبر مرجعية تقول دولة إسلامية والشريعة الإسلامية مصدر الوحيد القانون قال لي نديرها على المحك كيف ذي القضية لك حالا تقبل لك مسافة هذا نفاق أنا ما نبقي الحكومة ولا نبقي للدول الموريتانية معنى أن الشريعة الإسلامية مصدر الوحيد القانون ومعنى أن القاضي صدر أحكامه باسم الله هذا معناه أن ينتصر العرض الرسول عليه الصلاة والسلام وأن القضية قاع ما كان من يلا تلحق القضاء كان من يلا من العدفة تصرف فيها وكانوا القضاة إياك ما دخلوهم النار ويتم الثقة فيهم خالقه يقولون قضية عرض الرسول متنحيين عنها وهذا تقدر تعدل المحكمة العليا مش يخلي من دولة إسلامية تعود تتنحر خالتك به اللي طرف في الملف وتابت تتنحان قضية فيها عرض الرسول عليه الصلاة والسلام مدرى هذا شبي منطق أنا الصبح قد نوقف قدام المحكمة العليا نقول لهم طالب العدالة الله اللي كذب لا قلت إني طالب العدالة ولا مقتنع به اللي قلت شي ما هو حق يدي القضية شي ما توفى وهون نقول وهذا على مسؤولية ويعرف العلوم المعنوية تأكد هذا احنا على مرحلة ماركس إلى عاد يبقوا لا ماركس ماركس يقول الوجود المعنوي والوجود المادي احنا يا اخي في مرحلة تحقيق وجودنا المعنوي لموريتانيا كانت موجودة سابق الدولة الدولة ميالة تتحقق وتعمق كان موجود وكان الرسول عليه الصلاة والسلام محمي وكانوا آل بيته مقدسين وكان الدين أساسه ذا هو احنا اليوم دين يفتك ذا المشترك عند حين تتهين أحضر القبيلة عقب والله صلاة الجماعة أنت الجماعة شيني قيمتين عد ما ينتصر على عرض الرسول المسجد والجماعة إذا شيني قيمته إذا نختار الناس تفهم لزانجة لأنه كسيون ديكزيستانس وبالتالي الحكومة الناشدة وطبعا راني هون نطبق دورها تطبق القانون الموريتاني ما دورها تطبق شيء ثاني
وإذا عاد فهم حد قايل لنا ذا اللي قايلين خاسر، راني موسطكم للوطنية ومناشدوا، ويعلم الله من اللي نقول له كافر ولا ملحد، والله الدنيا اللي مستعد الحب اللي يعدل الشرف نعدله له هو، ولا بقى لا يعود الشريف نناقش معاه لين نبين له القانون الموريتاني، وإذا عادوا باقيين راعي محامين توانسة كانوا في الملف نمشي انا على حسابي ونناقش معاهم على قناه سبعه ولا قناه تونسيه محضك انت يا القانون اللي ما يوضح للناس للراي العام اعلن عرض رسولنا الانتصار به يكون بتطبيق نص الاعدام على المخاطب رانا يا اخوي نعودوا كذابين احنا ونعودوا منافقين ونعودوا ما لناش وهذا بسيط ولا يقول النقطه اللي عاقب لك تقول اذا وجد ولي امر المسلمين او ولي امر الموريتاني الحاكم الإمام أو الخليفة كما يقال سبق أن مثلا ليس من مصلحة المسلمين تطبيق حكم معين حتى لو كان مثلا مجتهد هل يجوز له؟ طبعا هل يجوز له؟ لغاية بعد ذلك يحكم بالحكم أولا وعاد ذلك راه هو لكل حادث حديث احنا ملي هي قضية أخرى احنا ما ندورو شيء يقع يوقع موريتانيا في حرج ولا يسلط عليها الاضواء ولا يدفعها من الاجتماع عندها شيء يا اخي قاعد كامل من الخوف ليش؟ هو ولي امام موريتاني شاط صفات اسرائيل 10 شوفات ما خالق شيء في العالم اليوم اكبر قداسه ولا اكبر تعصب العالم عليه من اسرائيل لا طاحت السماء على التراب فضلا عن تطبيق حكم مخصوص في قانون مده في اطار عالم يؤمن بالخصوصيات الثقافيه ويؤمن بمنطق اقليميه القوانين احنا عندنا قوانين اللي احنا نطبقوها في بلدنا ولكن حد دخلنا بها بس من سيادتنا اذا انا قاعد قضيه ما سعنا اكبر من قد لا حكايه درجه كامله هي وكبرت عن قدها ولا مواطن موريتاني لا يطبق عليه القانون الموريتاني كيف تخالف اشاره المرور وكيف مثلا ما خلص دين يسال والله ما اكبر من قدها فعلا بها لي موضوعها موضوع كبير يا غير من ناحيه الاجرائيه ومن ناحيه التكييف هي لا قضيه من قضايا القانون الموريتاني والمواطنين الموريتانيين ذن النقطة اللي قلتها أنت، احنا قاعد بالحقيقة هذه تواقفها سواغة أنتم تقبلون عطاركم ولا عطاركم، بالحقيقة مثلا ما يليق بياس المستويات ولا يليق ملي في هذه الأجواء، احنا في جو كبير جو دفاع عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم. هي قلت أنا أقول لك شتو، لا أقول لك شتو، لا أقول لك شتو، هذه الناس الشرفاء اللي ما تقبل شيء ويشهد ولا تدور للدنيا ولا تدور وراها سياسه تجي هي وتحقق العداله وتدافع عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم وخلي هاي الناس الاخرى قاعد اللي مشبوهه ومشكوك فيها واللي روايه متاجره بها خليها قاعد تقطع عليها الطريق يا اخي لا يعودوا صهر الناس لك اللي ما يوجهوا لا خلي اللي يوجهوا اللي يوجهوا شوف شوف انا اقول لك ملاحظه لا يعودوا السيمة شوف انا مده ثلاث سنوات وهذا نتكلم هون انتم صحفيين وهذا يعرفوا الحسين والمدة نقيب الصحفيين ثلاث سنوات نشتغل نقاب الصحفيين أربعة وقطي طلبت منه خمسة ولا عشرة به اللي منظمة انفورماسيون كي نتخلق عندك عني متعفف عن اقوى فضل من الصحفيين اقوى من قضية عرض الرسول عليه الصلاة والسلام نعرف نقول لك الاتجاه وتقول لك نعرف نعرف قد يكون البعض يريد النيل طبعا طبعا انا اريد اعطيك فرصة نعرف 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 انا متاكد ان هذا مصدر ما انتم حاشي انا اقول لك يا راني نتكلم عن الاعلام يعلم الله اعلن فم عشرات من الناس واغلبهم من آل البيت يتصل يعرض جهده المادي والله شهيد على ما اقول ما فيهم واحد مستعد نقبل منه خمسة ولا عشرة وديني نموت ما قبلت وراني ضارك قبيل قلت قضية ريجنسي جروب لا تستثمر في موريتاني على كل حال نقبل منها تعابي ولا قضايا ثانية عندي ندور انا نمشي قطعا شور جنيف وندور نطرح القضية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلي ماذا والله ما نجمع مع رجاج ندور خمسة ولا عشرة وهذه هي الحق البرنامج طبعا على وشك الانتهاء كيف تختم انا اختم اناشد الرئيس الحكومه الاحزاب السياسيه اعيننا على المشترك على ان نبقى دوله على ان نبقى مجتمع اذا لم ينتصر لعرض الرسول عليه الصلاه والسلام لن ننتصر مستقبلا لعرضه ولا عبد العزيز ولا لرئيس يخلفه ولا لقبيله ولا لبيت ولن نتسمى بالشرف ولن يكون للشرف معنى هذا هو الحقيقة لا أقول إن موريتانيا تحترق أو نريد لها ذلك وإنما نريد موريتانيا متصالحة مع نفسها مؤمنة بالله منتصرة لعرض الرسول عليه الصلاة والسلام نسيجا اجتماعيا قبل أن يكون دولة نريد الدولة تقوم
على القصر ومظاهره، لكن تقوم على المعنويات قبل القصر، لأن الدين يؤطر المجتمع، يفرضه على الخير على الصلاح قبل الدولة وقبل القصر، وهذه نظرية معروفة في العلوم المعنوية بشكل عام. هذا ما نريده، نريد من الناس أن تستحضر قوله تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. نحن نعلم الله نريد الفلاح لجميع الموريتانيين، وبالتالي نريد منهم جميعا أن يكونوا في قاعة المحكمة العليا أو في ساحة المحكمة العليا أو في نواكشوط يوم 31 لينتصر لعرض الرسول عليه الصلاة وتستمر موريتانيا مزدهرة. أنا عندي رسائل، رسالة الأولى موجهة بعد قاعة الشباب هذا اللي كتبوا تحت أسماء مستعارة عنهم، يعودوا عندهم من الشجاعة وعندهم ملي من عزة رؤوسهم والثقة بأنفسهم والثقة بمجتمعهم عنهم، يواجهوا قضاياهم ويطرحوها على الناس اللي تقدر تعاونهم يتخطوا المرحلة اللي هم فيها. وعن بعد باسم العلماء اللي كامل ينتسب للعلم الموريتاني اللي نعرى منهم مستعدين لاحتضان لمن يحتاج احتضان ومناقشة لمن هو يحتاج يناقش، وحنا نختار ندخل الناس في الإسلام أنا واخذ المسلمين من خلينا ندخل الكفار بس ما خلص من رسالة. الرسالة الثانية نأكد اللي قال اختصار نأكد اللي قال العميد سؤال العميد عن احنا ذا اللي واحد فيه لا حال باش نحافظ على المجتمع انسجامه وحدته ومكانته المعنوية وذا اللي متعطبه لفلاحه في الدنيا والآخرة وهو اللي ملي قطعات لحمته وسداه. إذا هاي القضية اللي هي قضية ولا هي القضية وحدها مثلها من القضايا غير هاي القضية اللي بين يدينا. نأكد عنه بالنسبة لنا مفهوم تطبيق الشريعة الإسلامية ما هو إقامة الحدود، وإنما الحدود جزء من الشريعة الإسلامية غير إقامة الإسلام كامل ونطالب بها يغى بين يدينا قضية واحدة. الرسالة الأخيرة موجهة للدولة الموريتانية عنا يلا نتعاونوا كاملين وحق المسؤولين وكل المسؤولين للإعلام للسلطات للتعليم لمن له رأي أو يشارك في صناعة الرأي أو يقرر الرأي أن يلا نحافظ على مجتمعنا ونعسه من نخلقوا أسباب إذا قد يجينا من هواها احنا في غنى عنها مما يحترم شعائر الإسلام ولا المقدسات. لا تلومون داعش إلا ظهرت ولا غيرها من الظواهر الغريبة اللي نعرف حد شيء. طب مشاهدي الكرام انتهى وقت البرنامج، باسمكم أشكر ضيفي الأستاذ محمد الحبيب أحمد منا مستشار رئيس منتدى الأئمة والعلماء، شكرا لكم على المشاركة معنا. ولكم الجزيل. كذلك أشكر ضيفي الأستاذ دكتور مختار السيدي أستاذ القانون الخاص في جامعة نواكشوط والمحامي المعروف. شكرا جزيلا. وباسمهم أشكركم مشاهدي الكرام على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاكم الله خيرا. تقبل الله منا ومنكم. بارك الله فيك. جزاكم خير. ما شاء الله كان أداء جيد. الله يطول عمرك. حلقة تفاعلية يوم اللي ما هو للتسجيل وتوه.